موضوع الحرائق المقطعة اللي عم تصير بالسويدة، حريق المحاصيل الزراعية، بدهم يجوعوا الناس، يعني عم يلعبوا على تجويع الناس. بلد مثل السويدة تزرع الحنطة، تزرع الأشجار المثمرة الزيتون، ما بتجوع. وصلت نذلتهم، حرقوا مكتبة خيي ناشط سياسي، اعتقلوه بال 88 وهو بينزل على الساحة من 2011 ومستمر بالحراك، بينزل بشكل مستمر. فحرقوا له المكتبة اللي بيعتاش منها، خسارته لا تقل عن 75 مليون كانت. شغلة ثانية بدي احكي عن الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب، مش عارفي اي مجلس بدي، اي شعب بدي يمثل هذا المجلس. هذا المجلس ما بيمثل غير السلطة، الشعب المضطهد اللي بعده عم يعاني ما بيمثلها هذا المجلس، بيمثل بس السلطة اللي هي بتكلفه انه يظل ساكت وما يحكم لكلمة. نحن ما بعرف، مش بس لازم نقاطع صناديق الاقتراع، لازم